فيديو لشخص معرفش والله معرفه والله التلاتة معرف اسمه محلل ناقد مش عارف قال ايه قال لك والله قال كده قال انه سبب اختيار الاهلي للمشاركة في كاس العالم للاندية اسمعوا السبب انه كولر مدرب الاهلي جنسيته سويسري من سويسرا والاتحاد الدولي مقره في سويسرا اسمعوا التالتة والخطيب بيلبس ساعة سويسري هي التربيطة دي هي اللي خلت الاهلي يشارك في كاس العالم للأندية المرة دي انا الحقيقة بصراحة انبهرت لما سمعت الفيديو ده انبهرت ايه ده ايه الفتوحات دي ايه ال 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 التعالي ده ده انت معليها قوي 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 يا كمال ايه الاي كيو ده ايه الاي كيو ده يا بختك والله يا بختك يا بختك بعقلك ويا بختك بتحليلاتك ويا بختك بربطك ويا بختك باستنتاجاتك يا بختك بكل حاجة والله ربنا وهبك بايه ده يا ولا لا حول ولا قوة الا بالله هو ده مستوى النقد والتحليل الرياضي في مصر هما دول اللي بيطلعوا يتكلموا في الكوره وامور الكوره ما مش بعيد مش بعيد ما هو اذا كان جبلايه مع كده يعني شايفين حال المنظومه الكرويه القدميه في مصر عامله ازاي حاجه صعبه قوي قوي يعني لا طبعا قولا واحدا تم اختيار النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم في النسخه اللي هتبقى اللي جاي اولا لان اللائحه بتقول كده مش عشان واحد اختار ولا مش عارف مين ولا قعد يقول نختار مين يا رب ولا نعمل حد يبادي الصدفه النادي اللي وقعت عليه اللايحة اللي هو الاهلي هو نادي القرن في افريقيا وهو صاحب اكبر انجازات في القارة الافريقية وصاحب العشر القاب في الشامبيونز ليج وهو صاحب الثلاث برونزيات في كأس العالم وهو صاحب الشعبية الاكبر في افريقيا والوطن العربي وهو صاحب البراند نيم العالمي التجاري اللي كل دول العالم لما يتقال لك كرة افريقيا يتقال لك اهلي كلب عرفت ليه تم اختيار الاهلي